اول إشي بدنا نعمله الصلصه عشان نكثفها، وبعدين وقت البرجر ما بتحتاج اكثر من دقيقه، فاذا عملنا الصلصه بدها 5-7 دقائق بنجهزها على جنب، بعدين بنبلش بالبرجرز بدها دقيقه بتكون جاهز البرجر. شو بدنا نعمل اول إشي؟ هون عندي مقلاي حامي رح انزل عليها بمعلقه زيت نباتي، وهون عندي فطر مقطع لشرايح. بسم الله بالضبط. اوكي هلا بنقدر ننزل الزبده، ما نزلناها اول مرحله عشان ما بدنا الزبده تحترق بالمقلايه السخنه. اوكي بتحب المشروم ان سويس؟ جدا. طلع كيف عم تنشعط على السريع. بودره الثوم وسكر بني. ليش شيف؟ نعادل النكهه. يا سلام عليك. هون في عندي صلصه اسمها وورستر شاير صوص، ما حد بيقدر يلفظها حتى الاجانب. يا اما وورستر سير، وورستر شاير، يعني هاي عليها ايش هي؟ وورستر شاير. هاي يا جماعه مش كثير مهمه للوصف، بتقدر ما تستعملوها يعني. والله تحاول تحكيها. والله العظيم بتنزل لوزي. بس على فكره هي مش عندنا، حتى الاجانب ما بيعرفوا يلفظوها، كثير صعبه. هلا هاي الصلصه شو هي؟ عباره عن صلصه بنكهه الباربيكيو بس على شكل سائل. اذا ما عندنا اياها نقدر نزيد معلقه باربيكيو صوص، او بنقدر نستثنيها بالكامل، بس هاي بتعطي النكهه اللي مدخنه، فرح نزيدها عشان ايش؟ نعمل دي جليزنج. تقدر تحرك. وهون انا عندي كاسه ونص مرقه لحمه، بكل بساطه بجيب مكعبات او اذا عندي مرقه لحمه جاهزه ما في مشكله، بندوبها بمي سخنه وبنخليها تبرد. شو بنعمل؟ بنزيد عليها نشا. النشا دائما بنزيده لما على سائل بارد عشان ما يكبتل، وبعدين شوي شوي رح نزيدها على الصلصة. تمام. هلا بدنا نسأل المشاهد، ليه حطينا مية اللحم مع النشا البارد على الزبدة الساخنة؟ اكتبوا لنا بالكومنتس. نكون متابعين معنا، ده أنا حافظ. هلا رح أشيلها على جنب عشانها كتير حامية، ورح أنزل بمرقة اللحمة مع النشا، وهلا رح أضلني أخفق أرجعها لحد ما يتكثف معي، بده دقيقة بالضبط بيكون صار يتكثف معنا. هيك القوام اللي بدنا إياه إحنا، تمام؟ فيك. خلاص هيك احنا خلصنا الصلصة. هلا احنا اليوم عم نعمل اشي اسمه سماش برجر. شو يعني سماش؟ يعني بنفعص. ليه احنا بنستخدم هذا التكنيك مع البرجرز؟ عشان نحمرها بكل الجهات، تمام؟ انا شخصيا بالنسبة لي اطيب طريقة اني اكل البرجر هي سماشت، عشان كل ما كانت السير 100%. انا بالنسبة لي السماش اسكي. سماش يعني افعص. عشان هيك حكيت لكم الشيف اشتروها دوائر بالضبط باول الحلقه بالزبط. لانه كيف بدي افهمكم اياها؟ خلص انت بتاكل اللحم بتوزع على السندويشه وانت بتذوق الكريسبي كراست. ايوه هي انا مره حضرت عنها كراست بس ما كنتش عارف حكيت كريسبي. فانا اشوف الشيف ياسمين والله بتحكي اشياء جدا صح، فخذوها 100%. فهاي لما تكون كلها متحمره زي لما تاكل دجاج محمر، كل القطع اللي متحمره بالدجاجه هي اطيب شيء، ونفس الشيء بالنسبه للسماش برجر. بدنا اياها تكون بهذا الشكل، دائره بالضبط تكون دائره. شو بنعمل؟ اول شيء بنحط نقطه زيت عشانها هي مدهنه، بس انا بدي اتاكد انه ما تلزق. وعلى طول استدي ظاهر، تفضل. على طول راح انزلها بهذا الشكل، وهلا بزيد ملح وفلفل، ما بنزيد ملح وفلفل قبل، تمام؟ هكذا. بعدين شو بنعمل؟ هون عندي ورقه زبده راح احطها هيك. واي شيء اي شيء ثقيل بدي اضغطها. طلع يا عيني عليك يا شيخ. خليك معنا، خليك اوعى تتحرك. خليك. ايوه تمام. بسم الله. هلا شوفوا كيف كلها متحمره. هذا اللون اللي احنا بدنا اياه. وبهاي الاثناء شو بنعمل؟ بننزل فيها بجبنه. شو بنعمل؟ بنغطيها بس نتاكد انه الجبنه تدوب فقط لا غير. هون عندي صلصه المشروم بتشهي. هلا اذا بدكم تعملوها دبل نرجع بنعيد نفس الحركه وبنحطهم فوق بعض. هاي جهزت الجبنه صارت دايبه عنا. احنا كم جرام حكينا؟ 100 جرام. 100 جرام يس. 100 جرام. اعملوها دبل بالضبط. بتقدر تعمل 100 100، بتصفي اثنين. وهلا شو بنعمل؟ بنزيد صلصه المشروم. يا سلام. اوبا. وهاي عندكم اطيب
طلع مع احلى شكلها. اطيب مشروم اند سويس بالضبط ب10 دقائق بتكون جاهزه يعني. وصحه والف هنا.